السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله جايين بوصفة بعيد عن الاكل، وصفة جميلة ان شاء الله هتنفعكم بامر الله. دي للمتجوزين طبعا. طبعا كل واحدة فينا بعد الولادة وكده بيحصل لها بيحصل لها من بطنها بترهرر وكده، ترهلات جامدة بتبقى في البطن وفي أماكن تانية. طبعا إحنا بندور على الوصفات اللي تخسس المنطقة دي وتعمل تشدها. إحنا النهاردة جايبين وصفة بإذن الله هتنفع وهتشد الجسم وهتبقى كويسة بأمر الله. إحنا معانا إيه؟ ده النقي بتاع الخوخ. طبعا محدش بيرميه، اللي ما يعرفش المعلومة دي طبعا بيرميه، انما المعلومة اللي انا هقولها لكم دي حلوة قوي. انت بتجيبي النقي بتاع الخوخ وهنغسله بالشكل ده وهتنشفيه، اهم حاجة ان انت تنشفيه عشان اما نيجي نطحنه ما يكسرلكيش المطحنة بتاعتك. هنعمل ايه؟ قبل ما تدخليه على المطحنة هتكسري، هتمسكي شاكوش او اي حاجة عندك بتدقي بيها وهتكسري النقي ده، هيبقى هيتقسم اتنين، هيتقسم فتافيت. اهم حاجة ان انت تغسليه كويس، واهم حاجة ان انت هترميش النقي دوت، لان كمان الحبة اللي بتبقى جوه النقاية دي بنعمل منها الدقة، بنطحنها وبتعمل بيها دقة جميلة قوي، بتبقى بتتاكل مع البيض، دقة مع الملح والكمون والشطة، مع الكمون والشطة والفلفل الأسمر والنعناع، بتبقى دقة جميلة قوي، بتتاكل مع البيض، بتتحط على الفول، بتبقى خطيرة. فالنواة ديت خسارة ان انت ترميها. اول ما تاخديها من الخوخ هتغسليها كويس وتحطيها على الشباك حتى بتاع المطبخ كده، هتحطيها على المطبخ، المهم تنشف خالص تبقى بالشكل ده. بعد كده هندقها بهون او تدقها باي حاجة، هي ضربة واحدة ادام نشفت معاكي هتتقسم بكل سهولة. وبعدين هتحطيها في المطحنة بتاعت التوابل وهتطحن، هتبقى معانا بالشكل ده. لازم تبقى ناعمة كده. طبعا لو هتلاقي قشر من النوى ديت هيطلع في مع الخلطة دي، هتعمليه بالصفاية بتاعت المشروبات، هتنخليه يعني بمعنى أصح، هتنخليه بحاجة ضيقة، بمصفى تكون ضيقة عشان ينزل معاكي، يبقى بودر بالطريقة دي، لازم يبقى بالطريقة دي. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنحط عليه معلقة قرفة. طبعا مع القرفة معروفة انها بتسخن الجسم جامد، اهي نص معلقة قرفة كده، وهنخلطهم مع بعض كويس. ده بديل للكريمات بقى، الكريم اللي هو بيدهن بيه البطن اللي بينزلوه غالي وكده، فاحنا على قد ما بنقدر بنشوف وصفات تكون بسيطة وعلى قد الإيد، وفي نفس الوقت إن شاء الله تجيب نتيجة معاكو. بعد كده هنزل بحبة مية كده، أهو بمية عادية كده، طبعا هتعملي الكمية على قد المكان اللي انت عاوزة تشديه، على قد المكان اللي انت عايزة تشديه، يعني هتكتري الكمية. طبعا دي حاجة بالنق ده بنرميه، فانت على قد ما تقدري كده تحوشيه وتعملي بالوصفة دي، بدل ما تشتري كريم غالي من بره وكده، لا من البيت ومن حاجة بتترمي اهوت. هنبتدي نخلطه بالطريقة ديت،
اهو هتيجي عند منطقة البطن، وهتمسكي بقى بالمعلقة كده وتدهني، تدهني منطقة البطن كلها. وبعد كده هتعملي ايه؟ هتجيبي الاسترتش، او لو ما عندكيش استرتش، طبعا كلنا عندنا الاسترتش دوت اللي هو اللي بنغطي بيه الطبقان للخضار في بنحفظه، مش استرتش اللي هو اللي بيتلبس، لا الاسترتش اللي هو المشمع، المشمع الاسترتش اللي بنغلف بيه الجبن والحاجات ديت هتجيبيه. او لو ما عندكيش اي مشمع عندك طري، يكون طري كده، ساعات بنشتري ملايات، ساعات بتشتري فوط بتبقى موجودة في اكياس بتبقى طرية شوية، ممكن تفتحي كيس وهتلفي بيه بطنك كلها. بعد ما تدهنيه من الدهان دوت هتلفي بيه بطنك كلها، وهتخليه على بطنك لغاية ما ينشف خالص، يعني لمدة مثلا نقول ساعتين كده ولا حاجة، هتحسي بسخونية بس بإذن الله هتحسي إن بطنك هتنزل في الأسبوع. مش هقدر أقولك عشان ما تقولوش إنها يعني هتنزل بعد قد ايه، ممكن تنزل بعد يومين، ممكن بعد 3، المهم تداومي على الوصفة دي. يعني مثلا كل يوم تدهني بطنك قبل ما وانت شغالة، واللي يستحسن ان انت تكوني شغالة في البيت، يعني يعني هتعملي حاجة، تصحي الصبح تدهني بطنك بالخليط دوت، هتدهني بطنك وتلفي بطنك بالمشمع وتتحركي في البيت عادي لمدة ساعتين، هتحسي بالسخونية وهتحسي ان بطنك عرقت، بعد كده بإذن الله هتحس بتغير في البطن، وهتحس انها نزلت، ان الترهل اللي فيها اتشد بأمر الله مرة في مرة. يا رب الوصفة تعجبكم وتفيدكم بإذن الله، ولو استفدتوا بإذن الله ادعوا لنا دعوة حلوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.